التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومه بمدينه العلمين الجديده وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي لمتابعه عدد من ملفات عمل الوزاره وشهد اللقاء استعراض جهود هيئه الابنيه التعليميه في متابعه تنفيذ خطه صيانه المباني المدرسيه وجهزيه المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024 وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية فضلا عن التوجيه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية واستعراض آليات الاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص في تقديم المحتوى التعليمي على المنصات التعليمية